اتفاق جديد بين ميليشيا الحوثي والأمم المتحدة ينص على آلية عمل جديدة للتفتيش في موانئ الحديدة، يبدأ تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة تحت رقابة أممية بمعزل عن الشرعية. إلى أين تمضي استراتيجية الأمم المتحدة في التعامل مع ميليشيا الحوثي؟ أهلا بكم. في الوقت الذي تشتكي فيه منظمة الغذاء العالمية التابعة للأمم المتحدة من نهب ميليشيا الحوثي للغذاء من أفواه الفقراء، نجد في الاتجاه الآخر اتفاقاً تعقده الأمم المتحدة مع ميليشيا الحوثي على آلية تفتيش للسفن الراسية في ميناء الحديدة غربي اليمن. فكيف يمكن تفسير هذه التناقضات الأممية مع الحوثي؟ وما أهمية هذا التطور فيما تشهد الشرعية عزلة سياسية ودبلوماسية عقب تقديم وزير الخارجية اليمنية لاستقالته؟ وأمام رد الفعل الوحيد الصادر من مدير موانئ عدن الذي يطالب بتفتيش السفن في ميناء عدن، ما هي الخطوات المتوقعة والمنتظرة من الشرعية تجاه هذه القرارات المصيرية؟ اتفاق جديد يزيح الشرعية جانباً ويكرس سلطة ميليشيا الحوثي برعاية أممية. هذا ما كشف عنه الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي بشأن تفتيش السفن القادمة لليمن. بحسب وكالة رويترز، فإن المنظمة الأممية اتفقت مع ميليشيا الحوثي على آلية جديدة لتفتيش السفن الراسية في الحديدة بعد انسحاب الحوثيين أحادياً من مينائي الصليف ورأس عيسى على البحر الأحمر بموجب اتفاق السويد. الآلية الجديدة إن نجحت ستنقل عملية التفتيش من جيبوتي إلى الحديدة، فيما يبدو أن الحكومة الشرعية لم يكن لها يد في هذا الاتفاق أو حتى كانت على اطلاع. كان إعلان ميليشيا الحوثي فجأة عن بدء عملية إعادة الانتشار أحادي الجانب في منتصف مايو الماضي قد حمل الكثير من التساؤلات والشكوك حول نوايا الميليشيا من هذا الإجراء بعد أشهر من المماطلة والتسويف. ليأتي هذا الاتفاق كما يبدو امتداداً لتفاهمات بين الحوثيين والأمم المتحدة عقب مباركة المبعوث الأممي وفريق المراقبة الأممي لهذا الانسحاب ومنحه الشرعية بوصفه تطبيقاً من جانب الميليشيا لتفاهمات السويد. وبالرغم من أن شرط نفاذ الاتفاق مرهون بتوقيع اتفاق منفصل مع التحالف بقيادة السعودية، لأنه هو من يقوم بمهمة مراقبة السفن التي تتحرك في طريقها إلى اليمن، إلا أنه يثير التساؤلات عن دلالات عقد هذا الاتفاق بعيداً عن السلطة الشرعية، وكأنه إقرار نهائي بسلطة الحوثيين وتجاوز واضح للشرعية. على الضفة الأخرى، طالب رئيس مجلس إدارة موانئ عدن محمد علوي أمزربة أن تكون عدن منطقة التفتيش للسفن التجارية بدلاً عن مناطق التفتيش الحالية في موانئ جدة ودبي وجيبوتي، لكن يبدو أن تلك المطالب لن يعيرها أحد أدنى اهتمام. موقف الحكومة الشرعية بدا في الآونة الأخيرة غير منسجم مع تحركات المبعوث الأممي، وبدأت تشكو من تجاوزاته خارج إطار السلام والمرجعيات المتفق عليها، وحتى الآن يبدو مارتن جريفيث قادراً على تخطي كل اعتراضات الشرعية مستفيداً من الدعم الدولي الذي يحظى به. إذن مشاهدينا الكرام، أرحب بكم وأرحب بالضيف الذي سينضم معنا عبر سكايب، الأستاذ البرا شيبان الباحث والمحلل السياسي، كما أرحب بباقية الضيوف الذين سينضمون معنا خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ البرا. أهلا وسهلا بك يا أختي، وأهلا بالمشاهدين الكرام. إذن اتفاق بين الأمم المتحدة والحوثيين على آلية لتفتيش السفن في ميناء الحديدة بمعزل عن الحكومة الشرعية، ما هو تعليقك؟ طبعا الاتفاق الأخير هو إذا أخذناه ضمن السياق الذي بدأ فيه مارتن جريفيث، إذا بدأنا نفهم المدخلات سنفهم المستجدات. مارتن جريفيث منذ فترة يغرد في يعني في جزيرة لوحده عمليا. نعم. ويحاول أنه يتجاهل الآن الاتفاق. الآن نحن لم نعد نتحدث فقط على القرار 2219، نحن نتحدث حتى على القرار 2251 و2252 الذي
يدعم اتفاق ستوكهولم. الآن هو يتفاوض، كان بدأ التفاوض عمليا مع الوفد الحكومي الممثل في لجنة إعادة الانتشار على خطوط تتجاوز الاتفاق، وبعد ذلك الآن يمضي منفردا. الإشكالية التي أنا أعتقد أنها النقطة الإشكالية التي بدأت في اللحظة التي بدأ الخروج فيها عن مسار الاتفاق، وبدأ التفاوض معه فعليا من قبل أعضاء اللجنة الحكومية على نقاط لم تورد في الاتفاق الأساسي، وبدأوا يتحدثوا على إمكانية وجود حلول أخرى، ولكنها تبقي روح الاتفاق، حتى وصلنا إلى هذا الوضع الغريب حقيقة في المسألة. مارتن جريفيث، إذا بدنا نفهم، مارتن جريفيث يريد أن يحقق إنجاز شخصي له، وإذا لم يستطع أن يحقق هذا الإنجاز، لكن يعني هو إنجاز إن صح لي وصفه فهو إنجاز يعني صوتي، لا يوجد شيء حقيقي من اتفاق ستوكهولم طبق على الأرض. أنت قلت ربما بداية حديثك أنه يغرد وحيدا في جزيرة وكانه في جزيرة لوحده، ولكنه يأخذ معه أيضا أو إلى جانبه ميليشيا الحوثي ويمضون في الاتفاق الأحادي الجانب الذي رفضته الشرعية مسبقا. صحيح، الاتفاق الذي مثل ما قلت هو عبارة عن ظاهرة صوتية. التفاصيل الذي من يتابع التفاصيل ومن يحللها هم اليمنيين، هم الذين متابعين بشكل يومي ما الذي يحدث، هم موجودين في الداخل، هم الصحفيين اليمنيين، هم النشطاء السياسيين. لكن الإعلام الدولي، وهو أعتقد أنه ما مارتن جريفيث يحاول أن يخاطبه، لا يعرفوا التفاصيل، لا يعرفوا التفاصيل كيف عندما نقول ان هذا اختراق، كيف يعني اختراق. الأمم المتحدة بطبيعة الحال في نهاية المطاف ليس لديها اي صلاحيات ان تكون لديها قوة أمنية على الأرض، اكثر ما تستطيع ان تعمله ان تكون لديها قدرة على الرقابة. حتى اذا وصلنا الى ابعد مدى، وهي انها مثلا ترسل قوات حفظ السلام، قوات حفظ السلام ليس من حقها أنها تشترك، ليس من حقها أن تمارس أعمال قوات الأمن على الميدان. مما يعني بالمحصلة أن الأمم المتحدة ليست اللجنة النهائية التي ستنفذ أو ستحاول إنفاذ القانون على الميدان، بل هي السلطات المتواجدة على الأرض. في هذه الحالة إما جماعة الحوثي أو القوات الحكومة الشرعية، على حسب من هو متواجد في الميدان. مارتن جريفيث الآن يحاول أنه يستغل الظرف، أنه قدم إحاطته لمجلس الأمن، فيحاول أنه يستبق العجلة بشكل سريع ويقدم مثل هذه المبادرة. أعتقد أنه مثل ما كان هناك تصعيد اضطر بعده مارتن جريفيث أنه يتراجع خطوات كثيرة، الآن أعتقد أنه آن الأوان لتصعيد حقيقي يقوم به اليمنيين، تقوم به الشرعية اليمنية، وتقوم بمسؤوليتها تجاه المواطنين اليمنيين. في الأخير هي يعني جهة شرعية، جهة مسؤولة، وجهة لا تتصرف، ليس من حقها أن تتصرف بدون رقابة شعبية. إذن على أي أساس يعني تقوم الأمم المتحدة ببناء مثل هذه الخطوات والبناء عليها أيضا؟ يعني موضوع تعامل الأمم المتحدة مع خطوات الحوثيين في مسألة إعادة الانتشار، والتي يعني تحدثنا أن الشرعية رفضتها مسبقا، على أي أساس إذن تواصل الأمم المتحدة مثلا مارتن جريفيث هذه الخطوات؟ الآن هو مارتن جريفيث يحاول أن يتظاهر أنه ما زال يحظى بثقة الأطراف، وأعتقد أن هذه نقطة مهمة جدا. يجب الآن أن يكون هناك في تصعيد حقيقي في مواجهة الاختلالات التي قام بها مارتن جريفيث. وخليني أذكرك آسيا، في بداية المسألة عندما أعلنت جماعة الحوثي وبارك مارتن جريفيث بالانسحاب أحادي الجانب، باركته دول كثيرة بما فيها بريطانيا على سبيل المثال، ولكن بمجرد انها رات ان هناك تصعيد حقيقي ستواجهه مع الحكومه اليمنيه تراجعت بريطانيا، بل انها في اللقاء الثنائي الذي جمعها مع وزير الاعلام وضح له وزير الدوله ان موقف بريطانيا موقف منفصل وليس له دخل بالموقف او الذي القرار الذي اتخذه مارتن جريفيث. في الاخير الجهه التي هي مسؤوله الان
هي الحكومة اليمنية، عليها الآن أن تصعد هذا التجاوز، ولأعتقد أنه لن يكون آخر التجاوزات، ستلاحظ تجاوزات كثيرة إذا تم إهمال هذه اللحظة وهذه النقطة. نعم، إذا يعني تابعنا في الأخبار أنه أكد مصدر من الأمم المتحدة لرويترز أنه تم التوصل لاتفاقية مع أو لآلية مع الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن أيضا، لكن ما زالت آلية التحقق والتفتيش بحاجة إلى توقيع من التحالف أو مع التحالف العسكري، توقيع منفصل كما وصفته رويترز بقيادة السعودية، لأنه طبعا يراقب السفن عبر التي تتحرك يعني في طريقها إلى اليمن. برأيك ماذا سيكون موقف التحالف من هذه الخطوات التي توضح أنها يعني عزلت الشرعية ويعني لم تأخذ رفضها السابق بعين الاعتبار؟ هو يعني خلينا نطرحها في السياق، في السابق كان أصلا هذا يتم، كان الذي يتم من التحالف يفتش، حتى بداية الأمر في 2015 كان التحالف هو الذي يفتش، و وبعد ذلك تمر عبر الأمم المتحدة، وكانت هناك آلية تفتيش معينة. الجديد في هذه المسألة أنه أضافوا جماعة الحوثي، ومرة أخرى يعني هذه كلها إذا فهمنا مرة ثانية المدخلات التي انطلق منها مارتن غريفيث الآن يبحث عن تحقيق إنجاز شخصي، وهذا الإنجاز الشخصي يريد أن يحققه بأي ثمن بأي مكسب، مهما كانت التطورات ومهما كانت سواء احنا رأيناها تجاوزت الشرعية، هو يريد أن يذهب إلى مجلس الأمن ويقول أنا أحقق تقدم، أنا أحقق إنجاز، وخصوصا بعد التصعيد الأخير الذي واجهه مع الحكومة اليمنية. نعم، إذا برأيك ما هي أهمية تفتيش السفن بالنسبة لأمن المنطقة، وإلى أي حد سيساهم هذا التفتيش من الحد من تهريب السلاح الإيراني للميليشيا؟ أنا أعتقد أنه مارتن غريفيث يحاول أن يلعب لعبة يعني لا يدرك الوضع الإقليمي الذي هو يعني يزداد توترا. الآن أنت تريد أن تقنع التحالف وتريد أن تقنع مجلس الأمن في اللحظة التي إيران فيها تصعد على السفن وتستخدم جماعة الحوثي، وإذا تبعت حتى الإعلام الدولي الذي كان يستبعد أن جماعة الحوثي يعني مرتبطة بشكل مباشر مع إيران، تقول بشكل واضح أن تحركاتهم الأخيرة هي امتداد للضغط الذي مورس على 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 إيران. محاولة أنه إقناع الإقليم وإقناع مجلس الأمن في هذه اللحظة تحديدا أن جماعة الحوثي جماعة مرتبطة بإيران هي من يعني تحقق على السفن، أعتقد أنه تجاوز على الواقع. مرة أخرى مارتن غريفيث يدرك هذه الإشكاليات ويدرك أن هذه ما يحصل ليس أكثر من جوبة إعلامية، لكن قيمتها هو أنه يريد أن يحقق إنجاز ولو كان على حساب الشرعية، ولو كان على حساب أي حسابات أخرى. الهدف الآن في هذه اللحظة مارتن غريفيث يريد أن يحقق إنجاز شخصي، لأن كلها ببساطة مارتن غريفيث الآن يحاول الحفاظ على مهامه كمبعوث، لأنه بمجرد أنه فقد الثقة مع أحد الأطراف هذا مباشرة يضعه أمام تساؤل أمام مجلس الأمن، هل هو لا يزال الرجل المناسب للاستمرار في مهامه كمبعوث أم أنه حان الأوان للبحث عن شخصية أخرى؟ يعني هل يمكن أن نبني على تحليلك هذا بأنه مجرد أنه يريد أن يحقق له إنجاز شخصي على الأرض بمسألة الأهمية أو يعني نقل التفتيش من موانئ دبي وجدة وجيبوتي أيضا إلى موانئ يمنية، ألا تعد ذلك أيضا جزء من الأهمية للملاحة البحرية؟ يعني أنا أعتقد أنه حتى لو كانت نحن ندرك أنه لن تتغير إلا إذا وصل إلى اتفاق نهائي مع الـ مع الـ مع التحالف، والتحالف ليس بالغباء الذي هو سيجعل جماعة الحوثي هي من تحقق وتقوم بدور المراقب على السفن، لكن حتى هذه حتى لو كانت جوبة إعلامية لا يجب أن تمرر مرور الكرام. كل لحظة الآن يقوم بها مارتن غريفيث خرق الاتفاق يجب التصعيد أمامه حتى يعرف أن هناك متابعة حثيثة وأنه لن يسمح له بتجاوز الاتفاق مثل ما حصل سابقا. المشكلة يعني
عندما حصل التجاوز الأخير، عندما تم الانتشار أحادي الجانب، كان سبقه تجاوزات أخرى، كان سبقه أنه تم بدأ التفاوض مع الفريق الحكومي على اتفاقيات وإطار حل خارج اتفاق السويد. وأنا أعتقد من هنا كانت المشكلة، من هنا بدأت لحظة الخروج على مسار الاتفاق. الفرصة هذه المرة أنه لا يجب تكرار نفس الخطأ مجددا. ومن هنا أنا أدعو مرة أخرى كل الناشطين اليمنيين، كل السياسيين، كل الأحزاب السياسية، كل المسؤولين في الدولة، يجب التصعيد في مواجهة مارتن غريفيث، لأنه إذا سمح له باختراق الاتفاق مرة أخرى سيمضي يعني فيما هو أكثر من مجرد فقط آلية تفتيش سفن. نعم، إذن يعني هل هناك مخاطر على مسألة نقل التفتيش السفن في إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون عمليا؟ ليست الإشكالية الأساسية في هذه المسألة هي الشرعنة الذي تم في 10 مايو. الآن 10 مايو الكل يدرك على الأقل إيجابية ما حصل في الفترة الماضية، أن الدبلوماسية اليمنية استطاعت أنها توقف الاحتفالية الدولية التي تمت في 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 تلك المرة. هذه المرة الاتفاق مع جماعة الحوثي هو شرعنا مرة أخرى للقوات التي استلمت داخل ميناء الحديدة، والتعامل معها أنها هي قوات خفر السواحل، وهي من تقوم بآليات التفتيش، وهي من تقوم بالرقابة والتحقق. الشرعنة الميليشيات بهذه الطريقة هي نقطة الخطورة في المسألة، لأنه المسألة لن تتوقف فقط على الحديدة. يعني مرة أخرى ممكن هذه المسألة تتكرر في حجة، ممكن تتكرر في صعدة، ممكن تتكرر حتى في صنعاء. وعمليا وصلنا إلى حالة أن هناك شرعنة إلى حد ما لوجود جماعة مسلحة تتبع جماعة الحوثي، وفقط المفارقة الوحيدة أنها مثل ما كنا نقول يعني فقط خلعت زي ولبست زي جديد. نعم، إذا ربما ردة الفعل الوحيدة التي يعني تابعناها حتى الآن هو مدير ميناء عدن محمد علوي الذي طالب أن تكون منطقة التفتيش للسفن التجارية في عدن وليس في الحديدة، باعتبار ميناء عدن هو الميناء المحوري الذي تشرف عليه الشرعية، وهو أيضا الميناء الرئيسي لصادرات الجمهورية اليمنية بشكل عام، أو المفترض أن يكون به كذلك. لماذا ترفض الأمم المتحدة أن يكون التفتيش في عدن برأيك؟ طبعا لو أي شخص يتابع حتى التقارير الأممية، تقرير خبراء مجلس الأمن قالوا أنه في بداية العام معظم السفن تحولت عمليا إلى ميناء عدن، لم تعد الأغلب السفن تمر عبر ميناء الحديدة لما كان الوضع السابق، وذلك لأسباب كثيرة، آخرها ابتزاز الممنهج من قبل جماعة الحوثي لبرامج المساعدات والأغذية المقدمة من الأمم المتحدة. فهناك تحول تدريجي يمر عبر ميناء عدن، لكن مثلما رأينا أنه كان هناك استماتة من قبل المؤسسات الأممية في اللحظة التي كانت القوات الشرعية على وشك السيطرة على ميناء الحديدة، هناك استماتة بأن لا تفقد الحديدة يعني أهميتها بشكل نهائي، لأنه إذا خلاص إذا تحولت كل السفن على ميناء عدن حتى لو لم تسيطر على عمليا على ميناء الحديدة أنت وصلت إلى نفس النتيجة. بالإضافة طبعا إلى النقطة الأساسية وهي أنه معظم سكان الجمهورية اليمنية ميناء عدن يعتبر عمليا أقرب لهم من ميناء الحديدة، هو أقرب لهم عمليا من ميناء عدن. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ البراء أن تنضم معنا الأستاذة سمية ثور رئيسة منتدى مدار عبر الهاتف من برلين. مساء الخير أستاذة سمية. مساء النور، أهلا بك. وبرأيك إلى أي حد أسهمت الأمم المتحدة منذ اتفاق السويد إلى اليوم في تعزيز مواقف وحضور الشرعية على حساب الميليشيا على حساب الشرعية؟
بالتأكيد يعني للأسف الوضع الآن وقلناه من قبل أنه لا يوجد شفافية لدى الأمم المتحدة ووضوح فيما هو الخطوات وما الذي تريده بالضبط في الحديدة. كان الهدف فقط إيقاف التحركات العسكرية على المدينة تحت وطأة الوضع الإنساني الذي كان حاصل في المدينة. فبالتالي الآن استغلال هذه الاتفاقية التي أصبحت كما نرى الآن من طرف واحد، يعني لا أحد يلعب فيها دور إلا الأمم المتحدة والحوثيين. فبالتالي هناك للأسف عدم شفافية وعدم يعني وغياب معلومات كبير جدا لما يحصل في 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 الأمم المتحدة ما يخص الحديدة. نعم، إذن برأيك كيف يمكن فهم استراتيجية الأمم المتحدة اليوم في التعامل مع الحوثيين؟ الأستاذ البراء ضيفنا عبر سكايب يجد أن كل مواقف الأمم المتحدة مثلا بجريفيث هي مجرد إثبات يعني الذات بالنسبة لجريفيث، أنه يريد أن يحقق منجز شخصي في خلال فترة ابتعاثه. مثل ما قلت غياب التقارير الشفافة والواضحة وغياب المعلومات الدقيقة والاستجابة لمطالب الناشطين والحقوقيين والسياسيين فيما يخص هذا الملف، غيابه يؤدي إلى كل هذه الشكوك والتي تدعم هذه الشكوك. فبالتالي لو كان هناك طريقة تواصل صحيحة بين الأمم المتحدة وبين المنظمات الدولية عبر السياسيين وعبر النشطاء والمطالب الشعبية أو الحقوقية للاتفاق هذا، ما وصلنا لمثل هذه مثل هذا الطرح. بالتأكيد يعني لا جدل في ذلك أنه أي شيء غير هذا لن نستطيع أن نقوله، لأنه هم يثبتوا هذا على نفسهم. يعني مثلا لما حصل استلام خفر السواحل وتسليم هذه القصة واستأنا كثيرا واعترضنا والكل تكلم، يعني كلنا رأينا إجابة البريطانيين كيف كانت، ووبخوا اليمنيين أننا يعني لدينا يعني أحقاد ونظرة سوداء للأمور وما إلى ذلك. هذه الاستجابات السلبية سواء بإجابات سلبية مثل هذا النوع أو بالتطنيش لهذه التفاعلات الشعبية والشبابية أو الحقوقية، يعني خلينا نقول لا تترك لنا مجال إلا أن نضطر لأن نقول أن جريفيث هذا يلعب ويتلاعب بالقضية اليمنية وبقضية الحديدة، ويعني اختصر قضية اليمن كلها في الحديدة وبالأخص ميناء الحديدة حتى، يعني لم نرى أي إنجاز في المدينة نفسها كما يحاول الآن إنجازه في المدينة. نعم، عفوا في الميناء. نعم، بالتالي يعني نعم برأيك يعني بالعودة لموضوع محاولة عزل الشرعية سياسيا ودبلوماسيا بالإضافة إلى استقالة وزير الخارجية، إلى أين يمكن أن يذهب هذا التهميش للشرعية في القضية اليمنية برأيك؟ الشرعية همشت بسبب حليفها، يعني أنا دائما أقول هذا الكلام، إحنا ابتلينا بتحالف ساذج، تحالف إما ساذج وإما لديه استراتيجيتها الخاصة ليس هدفه مساعدة اليمن ولا إنقاذ اليمن. فبالتالي هذا التحالف هو من كسر شرعية الحكومة اليمنية وهو من كسر وجودها في المجتمع الدولي. نعم. وأكبر مثل عندما الرئيس يبعث رسالة اعتراض شديدة جدا على أداء جريفيث، في اليوم الثاني يصرح السعوديين أنهم يدعموا عمل جريفيث ويقفوا إلى جانبه في كل أدائهم. إذ يكون هدفهم أو يعني عذرهم أنه حتى لا يكونوا يعني في مساءلة أنهم ضد السلام وإلى آخره، لكن يظل أنه أنت حليف لهذه الدولة وأنت تقف إلى جانب إرادتها، بالتالي يجب دعم كل خطوات التي تسعى إليها هذه الدولة. لكن ما نراه هو العكس تماما، بالعكس
التحالف وخاصة يعني الإمارات والسعودية بالدرجة الأولى الإمارات هي التي تسعى في كل لحظة إلى كسر أي وجود وخذلان لهذه الشرعية التي أصلا هي هشة وضعيفة وأدائها في قمة الضعف في هذه الفترة لعدة أسباب، لكن يظل أن الشرعية يعني لو كان لها تواجد شعبي حقيقي في اليمن وكان صوتها أقوى من هذا الأداء الذي يراه الشعب لكان هناك اختلاف كبير في طرحها وفي أدائها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك سمية الثور رئيسة منتدى مدار، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. أنقل لك أستاذ البراء يعني آخر نقطة وضعتها الأستاذة سمية حول تهميش الشرعية، تجد أنه بسبب حليفها الذي وصفته بأنه يعني متعمد لتهميش السعودية، يعني بمصطلح ذكرت أو لديه استراتيجية خاصة به لا نعلم نواياها، ما هو رأيك؟ طبعا يعني خلينا نحط الأمور في سياقها، هل هناك مشكلة في علاقة الشرعية مع التحالف؟ نعم هناك مشكلة، لكن في هذه الجزئية حقيقة عشان نكون منصفين ليست المشكلة كانت في التحالف، المشكلة الآن في هذه المرحلة هو الأداء الشرعية في طريقة تعاملها مع الأزمة. يعني تحركت في البداية تحرك جيد وتجاوبت مع الحملة الذي راقبت الانتشار أحادي الجانب أو يعني التمثيلية التي قامت بها جماعة الحوثي، حتى الموقف البريطاني الذي ذكرته سمية، هذا الموقف البريطاني تراجع، بل تراجع 180 درجة يعني فيما يتعلق بتأييدهم بشكل مطلق لهذا لإعادة عملية الانتشار. والآن الوضع داخل بريطانيا، الحكومة البريطانية استقالت، قدمت استقالتها فعمليا الظروف مواتية. كل دولة هي تتصرف وفق ما تراه انه في هذه اللحظة هي مصلحتها حتى لو كانت المصلحة القريبة. الباقي على الحكومة اليمنية انها تتصرف وفقا لمصلحتها كذلك. المشكلة أنه إذا حاولنا أن احنا كل مرة نحن نلتفت وننظر إلى على أين التحالف، لماذا لا يقوم التحالف بهذا الدور؟ بالتأكيد التحالف في الأخير يعني دخوله في حتى على خط المعركة هو أيضا لتحقيق مصالح يعني مصالحه الخاصة، يعني وتوافقت أن مصالحه انسجمت مع الشرعية في هذه المرحلة. ما الذي حدث؟ حدث أنه وزير الخارجية استقال، للأسف كان في توقيت سيء للغاية. والآن من الذي يدير الملف؟ الرئيس الجمهورية مسافر طبعا للقيام بالفحوصات الطبية اللي هي الدورية في الولايات المتحدة. هذا الضعف يعني هذا الضعف والأداء في التعامل مع هذا الملف هو ما يسمح للآخرين، يعني نحن نترك فراغ واسع جدا لكل الأطراف أنها تتحرك وبعد ذلك نصيح أنه لم يراعوا مصالحنا. المصلحة الأساسية هي تتقدم، من يراعي مصالحك هي الحكومة اليمنية، والحكومة اليمنية يجب عليها في اللحظة التي تكون هناك في علاقة مشتركة، نحن نتعامل مع الدول وفق هذه المصلحة المشتركة، وعندما تقترب إلى أنها تمس مصالحك مصالحك تقول لهم لا هذه تمس مصالحي تماما، مثل ما حصل في 10 مايو عندما قامت الحوثيين بتلك التمثيلية. المجتمع الدولي يضطر انه يتعامل معك وفقا على ما تقرره انت من مصالح، ولذلك تراجع. نعم لكن يعني عند هذه النقطه اسمح لي براء، يعني حين وربما ذكرت هذه النقطه السيده سميه بان حين ارادت ان تصنع الشرعيه موقف وقدمت رساله ضد جريفيث وما يصنعه في اليمن، اليوم الثاني يعني السعودية آسيا. هذا كله مبرر يعني عندما تقدم جون كيري بمبادرته السعودية باركت، السعودية باركت مبادرة جون كيري، من الذي أوقف المبادرة في حدها؟ كان رئيس الجمهورية ذهب والتقى مع جون كيري وقال له أنا بالنسبة لي رافض هذه المبادرة، وطلب من خالد اليماني وقتها عندما كان سفيرا في لليمن في الأمم المتحدة بإعلانها ذلك بشكل رسمي في مجلس الأمن. أنت من تحدد مصالحك، ويجب أنه في اللحظة التي تمس فيها مصالحك بشكل مباشر مثل ما حصل الآن في الحديدة بهذا الاتفاق ما بين
الأمم المتحدة وجماعة الحوثي، أنت يجب عليك أن تصعد الخطاب وأنت المسؤول الأول في حماية مصالح الشعب اليمني. المطلب البسيط هو أنه لا نريد شرعنة وجود أي ميليشيات، وما تقوم به الأمم المتحدة مخالف للاتفاق، وبناء على ذلك يتم التحرك. إذا اسمح لي أستاذ براء أن ينضم معنا السيد الخطاب الروحاني وهو باحث عبر الهاتف من أمريكا. مساء الخير أستاذ خطاب. مساء النور. أهلا بك أستاذ خطاب. بداية، كيف ترى استراتيجية تعامل الأمم المتحدة مع الشرعية، وكيف تبدل مع يعني تعاملها أو التعامل معها كطرف رئيس شرعي إلى محاولة عزلها وإزاحتها عن المشهد؟ أولا للأسف أنا لم أقنع للمقابلة مع براء الشيبان، وبراء طبعا دائما يتحدث في نقاط مهمة وهو من أكثر الناس إرثانا بما يدور في هذا في الحليز الأمم المتحدة وفي المفاوضات. ولكن ما عندنا نضيفه ربما هو في تعامل الأمم المتحدة مع الحكومة الشرعية بعد أن حصل في الحملات الأخيرة، والتي كانت الحملة الأولى ربما التي أسمع اليمنيين فيها صداقهم للأمم المتحدة والمبعوثها الأممي. هذه الحملة بينت أن هناك طرف حقيقي اسمه الحكومة الشرعية وليس طرف تابع للتحالف، لأنه طالما كان المجتمع الدولي يتعامل مع الحكومة الشرعية على اعتبار أنها تابع لمشروع السعودية في اليمن أو مشروع التحالف الركاية السعودية في اليمن، ويتعامل معهم كمرتزقة حقيقة وليسوا أصحاب قضية، وهذا الثمن ندفعه كثيرا سواء كان بالتعامل مع الأمم المتحدة أو بالتعامل مع العالم الذي ينظر إلى القضية اليمنية باعتبارها قضية ثانوية، وتقدم القضية اليمنية على اعتبار أنها قضية بين الحوثيين وبين السعودية أو التحالف السعودية. فهذه الحملة أثبتت بأن هناك قضية يمنية حقيقية استطاعت الحكومة اليمنية أن تقدم نفسها بطريقة صحيحة. وإن كانت الحملة لا علاقة لها بالحكومة، ولكن على الأقل أثبتت بأن الحكومة لديها شعب ولديها ناس ملايين اليمنيين وراءهم، وأعتقد أن عليهم أن يتعاملوا وفق هذه النظرة التي قدمتهم كعنصر قوي كمفاوض قوي. الأمم المتحدة بالنسبة لها هي عبارة عن موظفين، هؤلاء الموظفين يحبون أن يترقون في وظائفهم على حساب أي قضية أخرى، فإن كانت الحكومة اليمنية ستعطيهم سيتعاملون معهم، إن كانوا سيقبضون على أيديهم أيضا سيحاولون. يعني أنت تحمل الحكومة الشرعية يعني سبب هذا العزل وهذا أنهم لا يتعاملون معها بطريقة صحيحة؟ عفوا بنسمع السؤال. نعم، يعني أنت تحمل أن العزل ليس بسبب الأمم المتحدة وإنما بسبب الشرعية، هي تتعامل مع من سيتعامل معها ومن سيتفاعل معها، لأن في نهاية الأمر عبارة عن موظفين يودون الارتقاء كما تفضل. صحيح، أنت تفرض نفسك إذا لديك قضية يفترض أن تقدمها بطريقة صحيحة، ويفترض أن تتعامل مع الأمم المتحدة وأن تضع ترسم لهم الخطوط الحمراء، لأنه في الأخير هم يتعاملون مع القضايا السياسية باعتبارها رياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، في حد قوي في الميدان هذا لابد ان نتعامل معه. في مفاوض قوي يطرح شروطه ويحاول ان يقدم ان يناور في المفاوضات بطريقه صحيحه وبرضه يتعامل معه. ما اعتقدش انه العهد الاممي او السفاره البريطانيه او السفير البريطاني او المجتمع الدولي عنده مشروع واضح لليمن. ليس لديهم اي مشروع، ما يهمه في اليمن هو الاستقرار الامني فقط. والاستقرار الامني يتعلق بالقاعده والجماعه الارهابيه والحرب على الباحات. هذا فقط الذي هم في اليمن، التفاصيل هي في يد اليمنيين. هم فقط هنا تأتي قضية أخرى. هذا يعني قضية الموظفين الدوليين، سواء كانوا سفراء، سواء كانوا المبعوث الأممي أو الموظفين الأمم المتحدة. هؤلاء يحاولون أن يتعاملوا مع الواقع، سواء كان الواقع لصالح الحكومة أو لصالح الحوثيين. يحاولوا أن ينجزوا إنجازات زي ما يقولوا إنه يصلح السيدي حقهم. فكلما مثلا قدموا مشاريع وانتجوا اشياء على الميدان في اليمن كان هذا لصالحهم في بلدان اخرى. وبالتالي اعتقد انه الحكومه ان تفهم وان تدرك هذه التفاصيل. انا لست مع العويل بان الحكومه بان الامم المتحده تتآمر على اليمنيين او تتآمر ضد الحكومه. انا لا اعتقد ان هناك اي مؤامره، انا اعتقد ان هناك طمع من قبل الموظفين الدوليين شافوا ضعف الحكومه وبداوا يتعاملوا مع ضعف الحكومه على انها فرصه بالنسبه لهم. وايضا اذا لاحظت اذا وضعنا انفسنا مكانهم، الحكومه لديك كمبعوث اممي الكثير من الفرص للضغط عليهم،
لأن الحكومة الشرعية لديك أصدقاء محليين إقليميين دوليين، هؤلاء بإمكانهم يضغطوا على الحكومة اليمنية، فيما ليس لديك أي شيء للضغط على الحوثيين باعتبارهم جماعة ميليشيات مسلحة ليس لديهم حتى أموال في بنوك في خارج اليمن، وبالتالي أنت تتعامل مع طرف لديك كل الوسائل للضغط عليه وطرف ليس لديك أي وسيلة للضغط عليه، وهم يحاولوا أن ذلك كل شوية يجول عند الحكومة يقول لهم أوكي لابد أن نساعد في إتمام صفقة عملية السلام بالتنازل الفلاني، يتنازلون المرة تلو الأخرى بينما الطرف الآخر لا يتنازل بشيء، ولذلك كلما تنازلت الحكومة كلما طمع المبعوث الأممي وفريقه أكثر وأكثر حتى يتم أي صفقة يمكن أن ترفع من شأنهم. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ خطاب، سأعود إليك بعد نقل بعض هذه الأفكار للأستاذ براء. أستاذ براء، هل تتفق مع ما طرحه الخطاب الروحاني، خاصة ربما أنتما تتفقان على مسألة أنت تقول بأن جريفيث يود أن يقدم إنجازات شخصية ويقول بأنهم مجرد موظفون يودون الارتقاء بوظيفتهم وأيضا تقديم شيء لها؟ لو كانت الحكومة الشرعية غيرت ربما أو كانت أقوى في هذه النقطة وبادرت هي للتعامل مع الأمم المتحدة وأظهرت نفسها كقوة في الميدان، تتوقع هل كان الأمر سيختلف بالنسبة للأمم المتحدة أنها تود أن تتعامل مع طرف قوي بغض النظر عن أي كان هذا الطرف؟ هي ليست المسألة في أنها الأمم المتحدة تريد أن تتعامل أو لا تريد أن تتعامل، الأمم المتحدة تتعامل مع الطرف الموجود، ومثل ما ذكرت لك في السابق حتى عندما تكون هناك اتفاقيات مهمتها فقط تقتصر في الرقابة، هي لا تنفذ، هي لا تطبق، هي تراقب وترفع بعد ذلك تقرير إلى مجلس الأمن. مجلس الأمن هي عبارة عن الدول، هي بعد ذلك تقرر ما هي الآلية التي ستتبعها. المشكلة بعض الأحيان أنه في اللحظة المناسبة لا يتم استغلال الفرص. طبعا أنا أتفق مع معظم إذا ليس كل ما ذكره الخطاب، أنه يجب عليك أنت كحكومة يمنية أن تحدد ما هي المصلحة وكيف نستطيع أن احنا نستغلها بشكل مناسب. في هذا الظرف هناك تصعيد واضح أمام إيران، قامت ميليشيات الحوثي في لحظة معينة بقصف مطار الرياض، لم يتم استغلال ذلك الحدث تقريبا بالمرة، وكان يمكن ببساطة إعلان أنه هم في حلم الاتفاق والمضي بعملية التحرير. الغير من ذلك أنه المبعوث الأممي الذي هو كان يعتمد بشكل مباشر على دعم كبير من بريطانيا، الحكومة البريطانية الآن استقالت عمليا، لا توجد يعني الحكومة البريطانية وقتها كانت اليمن ضمن أولوياتها، الآن المشهد متغير تماما. في هذه اللحظة عندما تكون هذه اللحظة مواسية الحكومة اليمنية لا تستغل هذه اللحظة، بالعكس حصل للأسف، يعني أنا أعتبرها أشبه بالانتكاسة عندما قدم خالد اليماني وزير الخارجية استقالته، وبطبيعة الحال عندما يكون الدبلوماسي الأول في البلد غير موجود من الذي سيقرر التحرك؟ المفترض أنها تكون الرئاسة لأن الرئيس أيضا كذلك غير موجود. هذا التباطؤ وعدم الفاعلية في أداء الشرعية هو ما يضعفها في مواجهة كل التحديات. تخيلي لو كنا أمام معركة، لو كانت المعركة مستمرة يعني في الميدان وفجأة كل المسؤولين المباشرين في الدولة اختفوا عن المشهد. هذا ما يحدث تماما، يعني الوضع الدبلوماسي هو أشبه هي معركة سياسية أشبه بالمعركة العسكرية في الميدان. الشعور الذي كان يشعره المقاتلين في الميدان أنهم متقدمين وأنهم يحققوا إنجاز يضعف عندما يشعروا أن قيادتهم السياسية غير متواجدة أو أنها في اللحظة المناسبة. يعني ألا يعقل أنه خلال 4 سنوات ونيف في الحرب أن الحكومة لم تستوعب هذا بعد، لم تستوعب أن الأمم المتحدة تود التعامل مع طرف موجود، لم تستوعب أن تستغل الفرص، ربما فاتتها فرصة فرصتان ثلاث، ولكن هل يعقل أن تفوت كل هذه الفرص خلال هذه السنوات مجتمعة؟ والله للأسف الذي يبدو أنه من الواضح أنه كل مرة في فرصة. التعامل مع الفرص نحن نتعامل بنفس الآلية ونتوقع أنها تكون في معانا نتائج مختلفة، نفس الطريقة. في الأخير مرة أخرى نحن يجب علينا نحن نتفهم ما هو مصلحة دول التحالف
وكيف نلتقي نحن مع دول التحالف في مصلحة مشتركة. نعم. من السهل أن احنا نرمي التهم على الآخرين، سهل جدا نحن نقول نحن ليس لدينا أي مسؤولية، والمشكلة كلها في مرمى التحالف ببساطة، لن يتدخل إلا لحماية مصالح. نعم. إذا أنت كيمني مش قادر تحمي مصالحك، هذه مشكلتك. نعم، إذا أعود إليك خطاب، في نهاية الأمر يعني كما قال الأخ البرابي أن من السهل جدا أن نرمي بفشلنا على أي طرف، برأيك ما هو الذي يجعل الشرعية إلى هذا الحد من الضعف والبعد عن الميدان وعن الأرض التي يفترض أن تكون في مواجهة الحوثيين وأمام أيضا الأمم المتحدة كطرف موجود وشرعي معترف به دوليا؟ أعتقد أن مشكلة الشرعية في هذا الموضوع هو أيضا هي نفس المشكلة الشرعية في مواضيع أخرى تتعلق سواء كان الأمر متعلق بالجانب العسكري أو الجانب الاقتصادي. الشرعية ضعيفة والشرعية تعاني من غياب رأس الهرم وعدم فاعليته، وأنا أعتقد أنه وجود هادي هو أكبر عائق اقتصادي لتقدم أي جبهة من الجبهات سواء كانت عسكرية أو دبلوماسية، لأنه خامل لا يتفاعل مع أحد، ويفترض أن إذا أردنا حقيقة حل مشاكلنا في إطار الشرعية أعتقد أنه لابد أن نحل مشكلة منصب هادي سواء كان من حيث إعادة تقييم أو إعادة تشكيل المنصب هذه بما يضمن توزيع المسؤوليات، ما يضمن تفاعل أكبر، ما يضمن فاعلية أكبر في الرقة الدبلوماسية وفي أيضا الجبهات. وهي مشكلة دائما تتكرر وفي كل خيبة من خيبات الأمل نعود ونسأل ما الذي يحصل؟ إيش مشكلتنا؟ ونلف وندور ونرجع إلى المشكلة الرئيسية ومشكلة هذه. وطبعا هذه لا تتحمل واحدة والمشكلة، هناك الكثير من العوائق بكل تأكيد، ونحن لا يعني لا يفترض أن تغيب علينا، لكن دائما هو قائد السفينة ويفترض أن نتحمل الجزء الأكبر من الملعب. ثم يأتي أيضا الجانب الدبلوماسي، أعتقد أنه وزارة الخارجية تعاني من ضعف كبير، واستقالة وزير الخارجية اليوم أنا حقيقة يعني كانت صادمة، ولم أكن أحب أن يقبلها الرئيس أو أن تمضي بكل هذه السهولة، لأنه الآن سنعاني حقيقة من ضعف دبلوماسي أكبر مما كان عليه، لأن المدرسة أن هذه لم يغير اليماني بما هو أفضل منه. فضلا عن ذلك نحن نخشى حقيقة أن يأتي شخص من خارج الدبلوماسية فيفهم كثيرا فيما يفترض أن يكون عليه الأمر في التعامل مع الأمم المتحدة وفي قضية أيضا المفاوضات. وفي الأخير هذا حقيقة أمر مخيف، أتمنى فقط على الرئاسة أو الناس اللي هم يشتغلوا في هذا الملف أن يكونوا أكثر إدراكا لأهمية أحياء الدبلوماسية اليمنية وأهمية إصلاح الخارجية اليمنية بما يضمن على الأقل الدفاع عن قضيتنا العادلة دوليا. نعم. إذن لو تحدثنا أيضا ما هي خيارات الشرعية بعد عدم سماع أي رد للخطوة الأخيرة التي قامت بها الأمم المتحدة مع الحوثيين سوى رد مدير ميناء عدن؟ نعم أستاذ خطاب، هل ما زلت معي؟ نعم، إذن يبدو أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة لهذه الليلة، شكرا جزيلا لكما ضيفي العزيزين الأستاذ خطاب الروحاني الباحث كنت معنا عبر الهاتف من أمريكا، والشكر الجزيل لك البراء شيبان الباحث والمحلل السياسي كنت معنا عبر سكايب من لندن، كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.